سلامكم الله. تقول زوج بنت أخي هل هو محرم لي وهل يجوز أن أظهر عليه مع تغطية شعري؟ زوج بنت أخي نعم ليس محرما لها، العمة ليست محرما لزوج بنت الأخ. نعم. تقول هل لي أن أظهر عليه مع تغطية شعري ولبس ملابس ساترة دون تبرج؟ لا بأس أن تظهر وهي متحجبة، تظهر أمامه وهي متحجبة كمال التحجب، لكن لا تخلو معه، تكشف عن وجهها ولا متحجبة. قلنا تقول مع تغطية شعري ما يكفي، لازم تغطي وجهها وجميع بدنها عنه لأنه أجنبي ولا تخلو معه أيضا. نعم. وهل أخوه يجوز لي أن أجالسه أم زوج بنت أخي فقط؟ نعم. تقول وهل أخوه يجوز لي مجالسته أم زوج بنت أخي فقط؟ كل الرجال الذين ليسوا من محارمها يلزمها الحجاب عنهم، ولا مانع أن تجلس معهم لكن من غير اختلاط ومن غير خلوة، وأن تكون متحجبة إذا أمنت الفتنة. نعم.